حماده، لما نبص على موسم الاهلي، نهايه موسم النادي الاهلي الموسم الماضي، ما كانش فيه دلالات واضحه ان الاهلي يظهر بهذا الاداء في الموسم الحالي، لدرجه كنا بنقول ان الموسم ده ممكن يبقى موسم بنى للنادي الاهلي انه يبني للي جاي. رغم كده الاهلي عمل كل شيء ممكن هذا الموسم. صحيح، بس يعني انا هتكلم طبعا على كل حاجه تخص النجاح، وطبعا اي نجاح مش بيبقى عامل واحد بس هو طبعاً السبب، بيبقى مجموعه من العوامل، ولكن انا هتكلم عن شخص واحد بس اعتقد يعني محدش هيديله حقه، وانا قررت ان يعني ان انا لازم اتكلم عنه، هو المعد البدني للنادي الاهلي. برافو عليك. الراجل ده بجد فارق بشكل ملحوظ قوي 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 مع النادي الاهلي، ولو قلت لك الفرق ما بين الاهلي السنه دي والاهلي بتاع السنتين اللي فاتوا اقول لك المعد البدني. ليه؟ لو رجعت مثلا البيرسي تاو في اول سنتين او اول موسم بجه اصابات بالجمله، طيب ده كل يوم والتاني شد عضل. حلو. ومزق. انت عارف ان بيرسي تاو من 24 واحد اللي فات ما غابش ولا ماتش بداعي الاصابه. بيرسي تاو غاب 4 ماتشات بس، كان استبعاد للراحه بس. علي معلول حتى الان يعني طبعا يعني يعني انا مش بحسد والله، بس يمسك الخشب وما تخافش وخلاص يعني ده بلاستيك بس امسكه يعني. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، خد كل البطولات خلاص، خلصت يعني. خلاص بقى نقول برحمة يعني. علي معلول لاول مره من ساعه ما جه النادي الاهلي ما يتصابش مثلا في الفتره المهمه. صح. كان اغلب الفترات كان بيتصاب فيها. لا بعيد عن اصابات كمان يعني، لاول مره النادي الاهلي بيوصل للمرحله دي وكل اللعيبه واقفه على رجلها. صح. كل ده يرجع لمين؟ يرجع للمعد البدني طبعا. وعلى فكره يعني ودي معلومه برضو، ان المعد البدني كان ليه تدخل فني واضح جدا في قصه التبديلات وقصه مين اللعيبه اللي تبدا اساسي ومين اللعيبه ما ينفعش تكمل. مارسيل كولر برضو يحسب له ان هو محترم جدا جدا كمان الراجل اللي معاه. ومحترم شغله لانه كان بيسمع كلامه بالنص. اوضح بس معلش، يعني الكلام انت بتقوله ده مهم جدا، انه مثلا يعني بيرستاو هو الراجل المعد البدني شايف انه مش هيقدر يكمل المباراه دي خالص، فيروح لمارسيل كولر يقول له ده مش هيكمل، فراح مارسيل كولر يسحبه. احيانا بنبقى احنا بنتفرج على المباراه نقول هو مارسيل كولر غير ده ليه؟ ما كان ماشي كويس، بس اللي جنبه كان قايل له ده لو قعد شويه كمان مثلا في الملعب هيتصاب. ده شغل معد بدني طبعا. حتى كمان خلي بالك بعيد عن الاصابه، فكره ان اللعيب يبقى جاهز وفت عموما يعني ده ما يجيش الا لو كان هو فت فعلا بدنيا، لان المستوى البدني بيأثر عليك ذهنيا، فانت اصلا الكره. وشكوى النادي الاهلي في السنتين اللي فاتوا كان دائما الارهاق والضغط المباريات. السنه دي الاهلي لم يتحدث كثير، لو الناس مش ملاحظه ان الاهلي لم يتحدث عن ضغط المباريات، رغم انه السنه دي الاهلي عنده ضغط مباريات اكتر من السنه اللي فاتت كمان أكتر. ورغم كده ما اتكلمش عشان اللعيبه جاهزه زي ما انت بتقول بدنيا يعني. الراجل يعني شغال صح، ومارسيل كولر شغال صح، حتى الروتيشن كمان بقى اسمه روتيشن فعلا. أيوة. يعني احنا كنا بنعمل روتيشن اللي هو لعيب بتصاب يرجع من الاصابه احنا بنسميه روتيشن، ده هو ريح ازاي يا عم؟ ده هو بيعمل مجهود برده فتره اعداد برده عشان يرجع تاني لمستواه، فبرده هو بيشتغل. صح. لكن انت كنت بتريح اللعيبه بتريح فعلا، اللعيبه بتسافر، اللعيبه بتقعد في بيتها، بتقعد مع عيالها، ده فعلا اسمه روتيشن. انا بريحك النهارده، انا مش عايزك رغم ان انت جاهز بنسبه 100%، بس انا مش عايزك الماتش ده. اتكررت كتير مع لعيبه كتير، اتكررت مع حسين الشحات، عبد القادر، بيرسيتاو، كل اللعيبه المهمه في النادي الاهلي بتريح عشان الماتشات المهمة. ده اللي احنا كنا بنتمنى ان هو يحصل في فترات سابقه، بس ما كانش الموضوع ليه اسس وما كانش شغال بشكل صح عشان نكون فير وندي كل واحد حقه. لا، المره دي انت بتعمل كل حاجه صح، انت شغال بدني صح، بتريح صح، بتعمل روتيشن صح، فالنتيجه ايه؟ النتيجه دلوقتي ان انت بتفنش الدوري بتاعك وما عندكش اي حد غايب للاصابه، وكل اللعيبه جاهزه، وانت لدرجه كل ماتش بتبقى قاعد تقول مين اللي هيلعب. انت زي الفتره دي دلوقتي السنه اللي فاتت انت كنت اصلا كنت عايز تلعب سيد عبد الحفيظ باك رايت. بجد يعني. صح. فاكيد لا، الراجل ده لازم ياخد حقه تماما تماما من الشكر ومن المديح، لانه فعلا انا بالنسبه لي الراجل ده مجهول فقط بالنسبه للجمهور، لكن معلوم جهده ومجهوده مع النادي الاهلي.